تضرب عاصفة ترابية جديدة المنطقة وتحديدا الكويت والعراق. فنتيجة العاصفة التي وصفت بغير المسبوقة عاش العراق ساعات من فقدان الرؤية وتوقف الحركة والطيران والنشاط، فيما دخلت المستشفيات عشرات حالات الاختناق. كذلك عاش الكويت ساعات من العاصفة الترابية وتداعياتها. ما أسباب تكرار مثل هذه العواصف وهل من سبل لمواجهتها؟ ضيفنا من بغداد رئيس المتنبئين الجويين العراقيين أستاذ محمود عبد اللطيف. أستاذ محمود أهلا وسهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار. السؤال اللي نطرحه ويطرح كل من تابع هذه الصور وهذه الفيديوهات، لماذا تحصل هذه العواصف أستاذ محمود؟ شو هي الأسباب المباشرة لحصولها؟ عفوا، بدءا مساء الخير، احييك واحيي مشاهدي قناتكم الكرام. بالطبع هنالك اسباب طبيعيه تتمثل بالمناخ، وهنالك اسباب بسبب البشر والمواطن. الاسباب الطبيعيه هو انه اللي اثر على العراق مثلا في قبل اسبوعين العواصف الاولى كانت بسبب المنخفض الخماسيني باتجاه شمال افريقيا ومن ثم بلاد الشام والعراق ودول الخليج العربي. أما بالنسبة لحالة يوم أمس واليوم فهي تختلف. كان العراق ودول والسعودية والكويت وبلاد ودول الخليج العربي تحت تأثير منخفض جوي من شرق البحر الأحمر أو من الجزيرة العربية. بصراحة تقدم يوم أمس ليلا مرتفع جوي من البحر المتوسط رافقته كتلة هوائية باردة، وهنا أقصد باردة يعني فيزيائيا درجة الحرارة لهذه الكتلة أقل من درجة الحرارة للكتلة السائدة قبل أيام، فسبب تصاعد الغبار وحدوث عواصف رعدية ترابية، والسبب هو أنه هشاشة التربة وبسبب الجفاف في المواسم الأخيرة بالنسبة للأمطار خاصة بالموسم الأخير، بالإضافة إلى فقر الغطاء النباتي. السبب الثاني كما ذكرت قبل قليلا بسبب البشر هو فقر الغطاء النباتي، طبعا بسبب البشر وإهماله لاستخدام الأراضي خاصة في المناطق الشمال الغربية والغربية من العراق. وفقر الغطاء النباتي يأثر ويزيد من تأثير تصاعد الغبار والعواصف وهذا الترابية يؤكد يعني الأشجار. هذا يؤكد أن نحن كبشر بإمكاننا الزراعية الأخرى تعتبر تثبت التربة. نعم، وهذا يجعلني أتساءل عن ما يمكن فعله نحن كبشر لتفادي أو لتقليل أثار عواصف ترابية من هذا النوع. ست، الموضوع ليس بالسهل، قد فات الأوان تقريبا. منذ عدة سنوات أكدنا بصراحة على فقر الغطاء النباتي خاصة بالنسبة للعراق، المنطقة الغربية وشمال غرب العراق. فقر الغطاء النباتي أصبح مشكلة عقيمة بسبب في الاتجاه الموازي الآخر قلة الأمطار وشحات المياه في الأنهر، زم ما زاد المشكلة أكثر، بالإضافة إلى أنه أكو مناطق في سوريا واللي أقصد بها البوكمال ودير الزور والحسكة أيضا أصيبت في السنة يعني في المواسم الأخيرة بنوع من الجفاف، وبالتالي هذا يهيئ للعاصفة الترابية والغبار المتصاعد أن يكون أكثر شدة عندما يكون ضيفا على العراق من الحسكة ودير الزور باتجاه البعاج وربيعة وتلعفر وشمال الرطبة والقائم باتجاه الوسط والجنوب. واليوم شفنا العاصفة الترابية، صحيح وقتها كان ليس بالطويل لكنه أثرت حتى على دهوك وسليمانية وأربيل، ولولا طبيعة المنطقة في شمال العراق كان هنالك مشاكل بالنسبة صحية للمواطنين في كردستان العراق، لكنه طبيعة المنطقة وأعتقد الغطاء النباتي في شمال العراق أفضل من وسطه وجنوبه، فقلت. لكن هل فقدتم الأمل؟ لكنه مستقبلا أيضا أستاذ محمود، هل فقدتم الأمل من إمكانية لربما وضع خطط استباقية يكون هدفها لربما تفادي هذه الأثار على المدى البعيد؟ لا يمكن البدء من الآن، يعني أنت بتقلي أنه خلص كان يجب أنه نتعامل مع هذا الخطر منذ سنوات. فعلا ستي الفاضلة، منذ 2003 لغاية 2010 كان أيضا هنالك مواسم جفاف، وأيضا كان هنالك حزام غباري يأثر على العراق من البعاج باتجاه الوسط والجنوب. بعدها 2011 2012 ولغاية بصراحة 2018 كانت هنالك كميات أمطار جيدة.
بالعراق خففت من تأثير العواصف الترابية. يعني وأريد أؤكد أنه هذه السنة يعني كمية الأمطار جدا بالعراق، يعني صوري بغداد المعدل 121 تقريبا كمية الأمطار اللي سقطت، يعني جدا قليلة، المعدل 115 كمية الأمطار اللي سقطت 21 ملمتر خلال هذا الموسم. وأنا بخبرتي أنه الجفاف لا يستمر موسم أو موسمين، الجفاف يحتاج إلى سلسلة زمنية قد تكون 5 سنوات إلى 6. هذا الانديكاتر موجود على الأرض، المنخفضات الجوية والمرتفعات الجوية التي ستؤثر في المستقبل علينا. نعم. ماذا سيحدث هنالك فوق المحيط الأطلسي وأواسط أوروبا؟ طقس العراق مرتبط بهذه المناطق لأن الكتل الهوائية الباردة في المحيط الأطلسي وأواسط أوروبا تحقن المنخفضات الجوية لبحر المتوسط وتركيا اتجاه العراق وتسبب أمطار. شكرا. إذا لم تحصل يعني هذه انتهى إذا لم يكون هناك مرور لهذه الكتل سنعيش مستقبل غير جيد بالنسبة لمناخ العراق. للأسف. شكرا على كل المعلومات القيمة التي قدمتها الليلة من بغداد رئيس المتنبئين الجويين العراقيين محمود عبد اللطيف.